النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات، مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نستعرض معكم الآن آخر توقعات وآخر تحديثات الحالة الجوية في المملكة خلال الأيام القادمة. نحن الآن نعيش في فترة فصل الخريف، يكثر في فصل الخريف وتزداد الفروقات الحرارية بشكل كبير وواضح ما بين ساعات النهار وساعات الليل، بحيث تعد هذه الفروقات الكبيرة بيئة خصبة لتكاثر ونشوء ما يسمى بالرشح والإنفلونزا وتكاثر الفيروسات المسببة لهذه الأمراض وغيرها من الأمراض الفيروسية. لذا تعد هذه الفترة مناسبة من العام لأخذ مطعوم الإنفلونزا الذي يخفف من هذه هجمات في العادة في الفترة التالية. كذلك حال ننصح بإعطائه لمرضى الجهاز التنفسي بشكل خاص. نبدأ معكم الآن باستعراض آخر توقعات الحالة الجوية في المملكة من خلال هذا الملخص. توقعات بهطول زخات أمطار خلال اليومين القادمين، هذا اليوم ويوم غدا بالأخص في المنطقة الشمالية، ذلك لا يمنع من امتداد بعض هذه الزخات إلى أجزاء كذلك الحال من المنطقة الوسطى والعاصمة عمان ومحافظة البلقاء على وجه الخصوص. درجات حارة متوقع أن تستمر دون معدلات المعتادة في مثل هذا الوقت من العام ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية، يبلغ معدل العظمى في العاصمة عمان في مثل هذه الفترة من العام ما بين 24 و25 درجة مئوية. توقعات أيضا بارتفاع نسب الرطوبة بشكل لافت مع ساعات الليل، وبالتالي توقعات بتشكل الضباب في بعض مناطق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق السهول الشرقية، وبالتالي حدوث تدنن في مدى الرؤية الأفقية، وذلك أيضا خلال اليومين القادمين. نبدأ معكم الآن باستعراض الأجواء المتوقعة الليلة القادمة في العاصمة عمان. 14 درجة مئوية هي الدرجة الدنيا المتوقعة مع ساعات الليل المتأخرة، كما نلاحظ أجواء غائمة جزئيا قد تتحول إلى غائمة وتهطل زخات متفرقة من الأمطار في العاصمة عمان بمشيئة الله، لكن كما تحدثنا تكون الفرص أكبر صوب المنطقة الشمالية. هذه الفرصة مستمرة يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله، كما تحدثنا درجات حارة دون معداتها العامة بشكل عام. توقعات بفروقات حرارية كبيرة ما بين ساعات النهار والليل قد تصل إلى حدود 10 درجات مئوية، وكما تحدثنا تعتبر هذه الفروقات بيئة خصبة لبدء تكاثر الفيروسات في الأجواء. وتوقعات بارتفاع قليل الحارة يوم الخميس مقارنة بيومي الثلاثاء والأربعاء مع استقرار في الحالة الجوية وبدء تحول الرياح إلى شرقية معتدلة السرعة. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.